مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من قلب مستودع الأموات. في هذه اللحظات يتم نقل جثمان الرجل الستيني اللي مات ضحية انفجار شودير داخل معمل خاص بالنسيج بمنطقة مولاي رشيد. بارك في راسكم أخويا، الله يصبركم يا رب، الله يصبركم. متتبعينا الكرام، كما كتشوفوا الآن خروج جثمان الرجل اللي مات ضحية انفجار وقع ليلة يوم أمس بمعمل منطقة مولاي رشيد بالحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يصبر العائلة ديالهم يا رب، الله يصبر العائلة ديالو، الله يصبر العائلة ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن يتم نقل جثمان، الله يرحمه يا رب. ولا قوة إلا بالله العظيم. مشاهدي الكرام، الآن يتم نقل جثمان الرجل اللي مات في انفجار بمعمل داخل معمل ديال النسيج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبرهم يا ربي، والله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه في هذا النهار هذا، الله يرحمه يا ربي. كتقدرش يعني تمالك راسك حيت حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذه اللحظات سيارة نقل الأموات تغادر مستودع الأموات بمنطقة الرحمة في اتجاه إلى مسقط الرأس ديالو بمولاي رشيد، حتى يتم تشييع الجثمان ديالو بمقبرة الغفران بعد قليل.